لماذا يستمر احتجاز الصحفي حافظ مطير؟ ما هي حيثيات الاعتقال؟ ولماذا غاب القضاء والأجهزة الأمنية وحضر القضاء العسكري؟ أليست مأرب ملاذ اليمنيين هي المستهدف الأول؟ هل أصبحت مدينة قامعة للحريات أم أنه يراد أن يقال عنها كذلك؟ أهلا بكم. في 20 أغسطس قامت سلطات الأمن بمحافظة مأرب باقتحام منزل الصحفي الناشط حافظ مطير واعتقاله على خلفية منشوراته في الفيسبوك. ورغم صدور أمر الإفراج من نيابة مأرب إلا أن جهات أخرى تحول دون تنفيذ الإفراج، الأمر الذي أثار موجة غضب وسخط وتنديد كل من وزارة حقوق الإنسان وإعلاميين وناشطين ومطالبة سلطات مأرب بسرعة الإفراج عن الصحفي والناشط حافظ مطير قبل أن يتحول الأمر إلى تنديد حقوقي حول الاعتقالات في مأرب، خصوصا تلك المتعلقة بحرية التعبير والمحاكمات الصورية بناء على اتهامات فيسبوكية. المحزن أنها مأرب. مأرب التي قيل عنها أنها أصبحت عاصمة اليمنيين الأخيرة والوحيدة. غموض موقف السلطة السياسية والمحلية في مأرب بات يمضي في سياق التكهنات والحديث عن سيطرة تيار معين له يد نافذة على القرار في مأرب. لماذا لا تكون السلطة المحلية وأجهزة الدولة واجهة القانون؟ وقبل هذا وذاك، هل أصبحت مؤسسات الدولة محطة لتصفية الخصومات؟ سلطات الأمن تعتقل أحد الناشطين في مدينة مأرب، حدث لم يكن ليترك أثراً لولا أن أسباب الاعتقال وملابساته كانت مثاراً للجدل طيلة أيام خلت. احتج اليمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب اعتقال الصحفي والناشط حافظ مطير في مأرب مطالبين بالإفراج عنه نظراً لما اعتبروه إساءة لاستخدام سلطات الدولة من قبل بعض النافذين في المحافظة. بحسب ما يتم تداوله فإن الناشط مطير كان قد نقل رواية تاريخية تتعلق بالصحابي علي بن أبي طالب بالتزامن مع احتفالات الحوثيين بيوم الغدير، وهو ما جرى عليه حملة تحريضية بتهمة الإساءة للرموز الدينية. تم اعتقال مطير بموجب أمر قهري صادر عن النيابة الابتدائية العسكرية للمنطقة الثالثة، وتم التحفظ عليه في إدارة البحث الجنائي. تعالت الأصوات الرافضة للاعتقال ليصدر بعدها أمر من النيابة بالإفراج عنهم وأمر آخر من نائب رئيس الجمهورية، إلا أن من يقف خلف الاعتقال دفع بتهم جديدة بحق مطير ليمنع اطلاق سراحه وليستمر اعتقاله للأسبوع الثالث. شرطة مأرب عبر حسابها بتويتر أكدت ألا علاقة لها بموضوع توقيف مطير أو استمرار احتجازه، وأن سجنه يأتي على ذمة قضايا منظورة لدى النيابة العسكرية كونه ضابطا في القوات المسلحة اليمنية، وهو ما يدفع أصدقاءه ومعارفه للقول بأنه غير صحيح، إذ أنه قد قدم استقالته من الجيش في وقت سابق بعد صدامات مع نافذين وقيادات عسكرية على خلفية نشره قضايا فساد. وبعد أن كان يتم تداول القضية في إطار محدود من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أصبحت قضية رأي عام بعدما كتبه رئيس دائرة القضاء العسكري عبدالله الحاضري الذي هاجم فيها مطير والمدافعين عنه بألفاظ نابية متهماً إياهم بالإساءة للرموز الدينية. يرى الناشطون أن الحاضري يستغل منصبه في إطار الجيش الوطني للانتقام من خصومه، وأنه أصبح دولة داخل الدولة يمارس سلطاته بعيداً عن أي رقابة ولا يخضع لأي مسؤولية. تتصاعد قضية الناشط مطير لتكشف عن مستويات معقدة يتداخل فيها نشاط لوب الفساد مع عمل انتقامي تمارسه الفئويات التي باتت تنخر جسد السلطة الشرعية، بالإضافة إلى جو من الإرهاب الفكري التحريضي، وكل هذا يعمل تحت غطاء سلطات الدولة، وهو ما دفع عددا من الناشطين للسؤال من يحكم مأرب؟ وحتى اللحظة لا إجابة من أحد، فيما يبقى مصير حافظ مطير محاطاً بالغموض وعدم الوضوح.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ حسين. مساء النور لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ حسين، الصحفي حافظ مطير يتم اعتقاله من قبل الجيش في مأرب، برأيك ما هي أو لما يتم اعتقال حافظ؟ أولا دعيني أعقب على التقرير. التقرير أورد، وهذا الذي يثار منذ بداية قضية الزميل حافظ مطير، أن هناك خلط كثير ما وقعنا فيه جميعا ربما بين مأرب كسلطة محلية وكمدينة وكأيضا محافظة، وبين ما يترتب على الوضع الحالي لمأرب. يعني مأرب الآن كمحافظة الآن وكمدينة أشبه بأمانة العاصمة، يعني فيها كل يعني الدولة بكل تفاصيلها، هناك الوزارات، هناك أيضا أركان الجيش وقيادة المناطق، وبالتالي هذا لا ينعكس بالضرورة على وضع مأرب من حيث المبدأ. فبالتالي أتمنى ألا نقع في الخلط الذي ربما وقع فيه الجميع. بالنسبة لقضية الأخ حافظ مطير، حافظ مطير تكررت كثيرا يعني قضيته بين الملاسنات التي تتم مع بعض قيادة الجيش، وهناك ربما في وقت سابق كنا قد تواصلنا مع الجيش أو قيادة الجيش حينما تم أخذه في المرة الماضية ربما مرتين أو ثلاث تم ملاحقته على خلفية النشر، وهذا طبقا للقانون العسكري كما يقول الضباط الذين يستندون إلى محاولة اعتقالي، يقولون أنهم يستندون إلى القانون النشر العسكري. وطبعا لو أردنا أن نطبق قانون النشر العسكري فإن كثير من يكتبون ضد الجيش وضد قيادة الدولة أكبر وأحد وأكثر حدة من حافظ مطير، لكن يبدو أن هناك جهة ما تريد أن تعقد الوضع في مأرب وفي الجيش بشكل عام. نعم، أود أن أوضح أيضا لك أستاذ حسين مسألة الخلطة التي تتحدث عنها، هي ربما جاءت نابعة من أمنيات الناس بأن تكون مأرب يعني هي واجهة الدولة، وكما قلت يوجد بها جميع الوزارات وقيادات الجيش وما إلى ذلك، فبالتالي يعني الجميع يتمنى أن تكون محاطة بكل أبجديات الدولة، أن يتم التعامل مع المخالفين بما يتوجب، يعني أن يتم الإفراج عن حافظ مطير من قبل النيابة ثم لا يتم ذلك، هذا يضع علامة استفهام كبيرة، يعني من الذي يدير السلطة في مأرب؟ أنت ضمن لجنة طوعية أستاذ حسين من الحقوقيين والناشطين لمتابعة قضية الإفراج عن حافظ مطير، بداية أين وصلت جهودكم؟ الموضوع قد سيتم الإفراج عنه حسب الاتفاق الذي زاره اليوم مجموعة من الزملاء في المحامين والحقوقيين، زاروا صباح هذا اليوم الجهات المعنية والنيابة، وسيتم غدا الإفراج عن الأخ حافظ مطير، وترتيب ما يترتب على من يقول أن هناك لدى النيابة العسكرية بعض الإجراءات. تم الاتفاق على أن يتم تطبيق القانون، والأخ حافظ مطير معروف بيته، إذا كان لديهم أي إجراءات أو استفسار فإنه موجود هنا في مأرب، ويعني بإمكانهم أن يتابعوا ملفهم يعني بالشؤون أو الإجراءات القانونية بدون الحاجة إلى التحفظ عليه واحتجاجه، لأنه لم يصدر حتى الآن حكما، يعني الأصل يعني أن يتم التحفظ عليه حينما يتم إصدار الحكم إن كان لديهم أبجدية. نعم، يعني دعنا نفهم منك أستاذ حسين، يعني البعض يقول أن مطير ضابط في الجيش واعتقل بناء على قضايا عسكرية، وبينما يؤكد البعض أنه معتقل رأي، اعتقل بسبب آرائه التي الفكرية والتي يضعها أيضا كتاباته التي يضعها بعض ضد بعض اللوبيهات المتغلغلة في الجيش والتي يتحدث أنها تمارس فساد كبير مالي وإداري، أنت ماذا ترى أو حين قمتم بمتابعة الأمر ما الذي كان يرد عليكم؟ الذي يرد علينا بأن هناك يعني قضيتين في الآونة الأخيرة، حين القضية الأخيرة التي يتم التصوير على أنه تم اختطافي أو اعتقالي بسببها، والتي الإساءة إلى الرموز الدينية التي وصفوها، وهذه قضية تم رفعها من قبل مواطن، وهو طبقا لقانون المرافعات هي حق لأي مواطن، لكن
النيابة في هذه القضية رفضت الدعوة التي رفعت وأمرت بإخلاء سبيلي، لأنه تم إحضاره من قبل النيابة العسكرية، يعني حافظ يتم التحفظ عليه في النيابة العسكرية من قبل الفترة كما ذكرتم في التقرير. فالقضية الأخيرة ليست هي السبب، أسبابها الذي حينما نتواصل مع الجهات المعنية في الجيش يقولون أن لديهم ملف، هم ربما بعض الأحيان هم أحيانا قد يستطيعون لوي أعناق النصوص القانونية وإيجاد المبررات وغيرها، لكن من هنا إذا أرادوا أن يطبقوا القانون الذي يقولوا فإن هناك النصوص القانونية التي يقولوها في قانون النشر العسكري قد ربما تنطبق على عشرات ومئات من يكتبون بأكثر من بحدة أكثر من حافظ مطير، سواء كانوا في مأرب أو خارج مأرب أو في الخارج، يعني إذا أرادوا تطبيق ذلك. هذه مهزلة يجب أن تنتهي، ونحن ندعو الأخ وزير الدفاع أن يوقف مهزلة الاستدعاء النشر العسكري التي يقولون عنها، لأن هناك ليسوا بحاجة لها، ونحن في هذه الحرب التي يعني يخوضها اليمنيون، وهناك سمعة ممتازة وجيدة للجيش اليمني وعالية، يجب أن لا يتم تشويهها من قبل من يريد تشويه الجيش الوطني. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي همدان العلي من جنيف عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا بك أنت والمشاهدين وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ همدان، بحكم متابعتك لقضية الصحفي مطير نود أن نسمع منك، ما هو برأيك سبب اعتقال حافظ؟ نعم أختي العزيزة، حافظ عرف بكتاباته الحادة ضد ما يسميهم هواشم الشرعية في وزارتي الدفاع والأمن أو الداخلية الموجودين تحديدا في مأرب. لديه وجهة نظر، وهي في النهاية وجهة نظر، أنه نحن نخوض حرب ضد جماعات تدعي الحقية في الحكم، وهذه الجماعات تعتمد على سلالة وأسرة يعني، ولا يجب من الناحية العسكرية والأمنية أن يوضع أشخاص ينتمون إلى هذه الأسرة ويعتبرون أبناء عم الأسر التي تعتمد أو يعني تقوم عليها جماعة الحوثي، لا يجب أن تعطى لهم مناصب حساسة في المؤسسات العسكرية والأمنية، وهذه في النهاية وجهة نظر يجب أن تحترم. يعني خاصة وحافظ مطير ليس جنديا، هو في النهاية هم الآن يعني مبررات اختطافه أو اعتقاله الأخيرة أنه ضابط في الجيش، هذا أمر غير صحيح. حافظ مطير يعمل في يعني في شركة النفط أو الغاز، ورجل مدني، كل ما في الأمر أنه نزح من الحوثيين من دمار وبقي في مأرب، وفي مأرب وزارة الدفاع تكفلت بتسليم رواتب لكثير من النازحين، كثير أمثال. لا اسمح لي أن أتوقف معك عند هذه النقطة أستاذ، لكنه لم يدخل الجيش ولم يلتحق بالجيش. نعم، لكن شرطة مأرب يعني نوهت بأن استمرار إيقاف الضابط حافظ مطير كونه معتقل من قبل القضاء العسكري أو الشرطة العسكرية لأنه ضابط هناك، يعني هل يعني يتم ادعاء أن هذا الشخص منتمي للسلك العسكري حتى يتم اتهامه بما يريدون أو اعتقاله وقت ما يريدون؟ أنا لا أريد أن أحكم على من كتب ذلك البيان المكتظب الذي نشر في تويتر، لا أريد أن أحكم وأقول أنه يأتي في إطار المؤامرة ضد حافظ مطير، ولكن أقول هناك ثغرة يستغلونها، هو أن هذا الرجل كان يستلم راتب ضمن كشوفات وزارة الدفاع. لكن السؤال، هل التحق مطير بالجيش؟ هل خضع للخدمة، خدمة الجيش أصلا؟ هل حمل البندقية وقاتل؟ كل ما في الأمر أن الرجل نازح، وهذه المرتبات التي كان يحصل عليها تأتي في إطار المساعدة أو الإكرامية الشهرية التي تعطى لمئات الأشخاص في مأرب، وبالتالي أن يتم استغلال هذا المبلغ الذي جاء كمساعدة باعتبار حافظ مطير وأسرته نازحين ليتم إسكاته وتأديبه كي لا يتحدث عن القيادات التي تنتمي للأسر الهاشمية. طبعا أنا يعني بغض النظر يعني عن تأييدي أو رفضي أو مخالفتي لما يقوله حافظ مطير، لكن أنا أقول دائما أن هذا وجهة نظر يجب أن تحترم، ما دام لم يحمل السلاح، لم يسرق، لم ينهب،
هذه الإجراءات وهذه الهمجية بكل ما تعني الكلمة، اقتحموا منزله وروعوا أطفاله وأفراد أسرته، لا يجب أن تستخدم مع يعني أمثال حافظ مطير لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم، ولا يجب أن تستخدم مع أي مواطن، خاصة أنه نحن نتحدث عن حتى المجرمين لا يجب أن تستخدم هذا الأسلوب معهم، فما بالك برجل مواطن عبر عن رأيه. فهذا ما حدث أمر يعني صادم، وما كنا نريد أن يحدث إطلاقا لكي لا يتم تشويه مدينة مأرب. ما حدث أنا أقولها بكل صراحة يأتي في سياق يعني تمرير فرص للحاقدين على مأرب وللحوثيين وللانتقاليين في الجنوب، كفرص إعطائهم كفرص لاستهداف هذه المدينة، لاستهدافها يعني كمدينة صمدت أمام تحديات كثيرة، بداية من الجماعات المسلحة المتطرفة وانتهاء بالاستهداف السياسي الذي نراه ونلحظه عبر وسائل الإعلام. ما حدث خدمة جليلة قدموها، قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، لكن كثير من اليمنيين يؤمنون بأن هذه أن هناك لوبي في مأرب يعمل من الداخل تحت لافتة الشرعية والجمهورية على تشويه سمعة مأرب من خلال هذه الممارسات. شوفي أختي العزيزة، هناك من يحرص على تصوير انتقادنا لهذه الأخطاء التي تحدث في مأرب على أنها استهداف للشرعية واستهداف لوزارة الدفاع واستهداف لسلطان العرادة. نعم، حتى أنه يتم الاتهام كل من يتحدث بأنه يتبع للإمارات، وهذا يعني واستهداف للإطلاق، التهم الجاهزة. أيوة، وهذا أسلوب خطير وسيء جدا ولا يجب أن يسمح به. نعم، ابقى معنا همدان. هناك عناصر أجرمت وأخطأت وتمارس الأخطاء، يجب أن يعني نمارس حقنا في مواجهتها، وهذا ما يحفظ لمأرب مكانتها، وهذا ما يحفظ التعايش في مأرب، وهذا ما يحفظ الأهداف التي ضحى الناس من أجلها وقدموا أرواحهم من أجل تحقيقها في مأرب. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ همدان. ما رأيك أستاذ حسين في موضوع يعني إصباغ التهم الجاهزة؟ أنتم ضد الشرعية وأنتم تتبعون الإمارات، كل من أراد أن يدافع عن حق مواطن آخر ينتهك ويتهم أيضا بأنه يتبع جهة، ربما الأخ همدان يعني يوضح أنه لا يتبع السلك العسكري وكان يعمل في شركة النفط، مما يدل على أن هناك فعلا يعني أمور غير بينة أو غير واضحة للناس. ما هو رأيك؟ أنا أتفق مع ما طرحه الأستاذ همدان أن هناك فئة أو أن هناك لوبي، إن أردنا التوظيف الدقيق فهناك لوبي فعلا يعمل، لا نستطيع أن نحدد أين، لكن هناك لوبي يعمل على تشويه الشرعية وتشويه الجيش. وأنا أعتقد أن هذه القضية، قضية الأخ حافظ مطير، واحدة من هذه الثغرات أو من هذه الملفات التي يتعمد هؤلاء إثارتها بين الحين والآخر من أجل استهداف الشرعية واستهداف الجيش على وجه الخصوص مأرب. وبالتالي هذا الذي يجب أن يتوقف، هذه المهزلة يجب أن تتوقف فورا، يجب أن يتم احترام الحالة التي الناس فيها اليوم، يضحون بالمئات والعشرات من خيرة أبناء اليمن من أجل إرساء دولة النظام والقانون، وحتى لا نعود إلى ما عدنا إليه من الاستعباد الذي يعانيه اليمنيون اليوم، والإهانة التي يعني يتذوقها اليمنيون واختطاف النساء والرجال وإهانتهم وتجويعهم من قبل من يدعون الحق الإلهي. وبالتالي هذه مسألة خطيرة، يجب أن تتوقف الإهانة والإساءة للجيش اليمني والوطني وأيضا لمأرب فورا. فأنا أتفق مع ما ذكره الزميل الأستاذ همدان. أما بالنسبة لقضية أنه كان في التوجيه المعنوي أو في، فهي يعني القضية هي إن كانت يعني صحيحة مثلا، فهذه لا يخول أحد أن يتم يعني هي تصرف في النهاية كما ذكر الأخ همدان أشبه بمعونات، يعني هذه التي تصرف في هذه المرحلة. لكن الأخطر أن هناك محاولة توظيف قانون النشر العسكري في مثل هذه القضية، وبينما أن هناك من يكتب أكثر حدة من حافظ مطير، وإذا أرادوا أن يطبقوا هذا القانون فإنه لا يسعهم ربما سجون الجمهورية، لأن هناك حالة من
الوضع الذي تعيشه البلد من وضع الحرب، وهناك أيضا الوسائل التواصل الاجتماعي أحيانا تطير التهم يسرة ويمنى، وبالتالي كما ذكرنا سابقا هذه المسؤولية تقع على وزير الدفاع، وندعو وزير الدفاع أن يوقف هذه الثغرة التي هي ثغرة الاستدعاء والضبط في قانون النشر العسكري حتى يعود هو ويتم تنظيمها بشكل سليم، والأولى لهم ألا يقعوا في هذا الفخ. هذا فخ ربما هو لا يضر الجيش، يعني لا يضر الجيش من كتب، ضر الجيش من قام بادعائه أنه يريد تنفيذ قانون النشر العسكري، وهو يعني كما إن أردنا أن نحاكم الأمور على ظاهرها أراد أن يسيء إلى الجيش الوطني بهذه الأعمال المخالفة للقانون والتي تثير الرأي العام. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ حسين. أعود إليك أستاذ همدان، كتبت في صفحتك أن دكتور عبد الله الحاضري مدد فترة اعتقال مطير، هل تعتقد أن الحاضري هو المسؤول عن عدم الإفراج عن مطير، خاصة بعد أن رأينا موقفه الغاضب من منشور لحافظ في الفيسبوك؟ بالتأكيد أنا وصلتني معلومات دقيقة بأن وراء تمديد فترة اعتقال حافظ مطير 45 يوم هو عبد الله الحاضري، وهذا يعني أنه وراء العملية برمتها. طبعا هو كان لدينا المعلومات من بدايتها، لكن ما كنا نريد أن نصل إلى مرحلة الإفصاح عن الأسماء، لكن الرجل خرج بمنشور واضح، خرج فيه عن اللياقة، خرج فيه يعني تقمص شخصية مراهق تستخدم فيسبوك، يعني وليس رئيس المحكمة العسكرية التي يعني معنية بالبت والحكم في قضايا عسكرية كبيرة. يعني كتب منشور كأنه شخص عادي جدا، وما هي إلا لحظات، وقام بحذفه بعد أن سخر منه الناس في عبر ردودهم. فظهر للناس بأنه وراء هذه طبعا الحملة والاستهداف ضد الزميل حافظ مطير. الأمر الآخر ليس هو فقط، هناك أسماء أخرى، نحن لا نحرص على التشهير، نحن نريد أن نصحح ولا نحرص على، لكن هم من يشهرون بأنفسهم أستاذ همدان. نعم، يعني نعم، في نهاية الأمر بكتاباتهم. نعم، نعم. أنت تعرفي أنه من 20 يوم، من يوم 20 أغسطس وأنا أتابع بعض القضية بصفة شخصية وأتواصل مع الناس يعني بصفة شخصية بدون بعيدا عن وسائل الإعلام، يعني حرصا على مأرب وعلى الجيش اليمني وعلى مكانة مأرب ومكتسباتها، وكي لا نتيح فرصة للحاقدين وأن ينالوا من مأرب ومن مكانتها. لكن للأسف يعني تمادوا ووصلونا لقناعة بأنهم لن يفرجوا عنه، وأنه عبارة عن تصفية حسابات ما حدث مع الرجل. كنا نطالب بأن يعلنوا لنا ما هي التهم التي عليه، ساعة يقولوا موضوع منشوره على عن علي رضي الله عنه، ومرة أخرى يقولوا لنا أنه اتهم شخصيات عسكرية بالفساد. طبعا هو لا يستطيعون أن يتحدثوا من هي الشخصيات العسكرية، لأنه لو تكلموا سيظهر أنهم يتعصبون للأسر الهاشمية الموجودة في مأرب، وهذه حقيقة يجب أن نقولها بكل صراحة. نحن لا نؤمن ونقول أن كل من يؤيد الشرعية من الأسر الهاشمية حوثيين أو متواطئين أو يشكلون لوبي، لا أبدا، لسنا عنصريين مثل الحوثيين، لا، نحن نتحدث عن شخصيات موجودة في وزارة الدفاع والداخلية تمارس أعمال غير يعني غير صحيحة، ويعني تنعكس سلبيا على الشرعية وعلى مأرب. هذا الأمر يجب أن نقوله بكل صراحة اليوم لكي نصحح الوضع في مأرب، ولكي نخرج من هذا المأزق الذي قد يعني يسلم مأرب على طبق من ذهب لجماعة الحوثي في المستقبل. أنا أستغرب لماذا تحرص القيادة السياسية على وضع أشخاص في يعني ينتمون إلى نفس الأسرة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي في أماكن حساسة. لا نتهمهم بأنهم خونة، أنا لا أتهمهم بأنهم خونة وأنهم حوثيين يخدمون الحوثي، لكن من الحصافة، نحن في حرب، هؤلاء الأشخاص بالإمكان إعطائهم مناصب أخرى يعني ليست غير مؤثرة في هذا القدر، غير مؤثرة في هذه المرحلة حتى نعود إلى صنعاء ونعود إلى ديارنا، وبعدين لكل حس حبيب تعطى لهم المناصب عندما تعود الدولة. لكن اليوم نحن في حرب، بياناتنا وبيانات الشرعية كلها في يد الحوثيين، وأنا أتحدى أي شخص يقول غير هذا الكلام. لماذا؟ لأنه هناك استهتار في هذا الجانب، هذه نقولها بكل صراحة. إذا لم نقول هذا الأمر اليوم
غدا ستسلم رقاب الأبطال للحوثيين. أنا هنا أكرر بأني لا أتهم أحد من القيادات العسكرية والأمنية بأنهم يشتغلوا لصالح الحوثيين، ولكن من حق اليمنيين أن يتساءلوا، من حق اليمنيين أن يحذروا، من حق اليمنيين أن يشكوا. أنا مهجر ومجرد من بلدي ومثلي مئات الآلاف، لأنهم تعاملوا بلين وتعاملوا بصدق مع كثير من الأسر التي تنتمي لهذه السلالة، وفي النهاية طعنونا من الخلف وسلمونا للحوثيين. هذا واقع ولا مش واقع؟ نعم. هذا حصل في كل حارة وحصل في كل صحيح. في كل قرية وحصل في كل مدينة ولا لا؟ صحيح. بالتالي علينا أن نحرص، لا نتهم أحد ولا نشكك في وطنية أحد، وكما يقول مثل اليمني يعني الحذر ولا الشجاعة، ولكن أيوة بالضبط. دعني أسألك، عفوا وهم يجب أن يتفهموا وضعنا هذا. نحن نحبهم ونقدرهم ونعزهم، لكن يجب أن يتفهموا. من لا يتفهم هذه المسألة إذن في نفسه شيء. من لا يتفهم وضعي وردة فعلي وحرصي على أن ننتصر في المعركة إذن في نفسه شيء. هي معركة، وبالتالي الحوثيين سيغرسوا ناس في صف الشرعية. هي معركة، يعني من الطبيعي أن الشرعية تغرس ناس في صف الحوثيين، وهذه طبيعة المعارك، أي طرف يغرس أشخاص في الصف الآخر. نعم. الآن أستاذ همدان، من المهم الحرص إذا تم الإفراج عن حافظ كما تم الوعد يوم غدا، قد يخرج حافظ مطير من السجن، ولكن كيف يمكن أن يحمي نفسه بعد أن تم التحريض عليه من قبل رجال ونساء دين متطرفين، والبعض طالب بقتله وأنه يتطاول على الصحابة وما إلى ذلك؟ كيف يمكن أن يأمن على حياته بعد كل ذلك؟ كتبتها بكل صراحة في صفحتي بأن المسؤول الذي يتحمل، يعني مسؤولية حمايته، هو عبد الله الحاضري، لأنه هو من حرض عليه علنا. هو تحريض المنشور الذي حذفه، وكان تحريض غير مباشر، هو تحريض غير مباشر، يعني كأنه يقول للمتطرفين تعالوا، هذا بيسب صحابتنا وأصحاب رسول الله، تعالوا قوموا بالواجب معه. يعني الأخت التي حرضت بطريقة غير مباشرة هي ليس لديها، لكن المسؤول الأول لأنه صاحب سلطة هو عبد الله الحاضري، يجب أن يقوم بدوره في حماية الرجل، وهو مسؤول أمامنا وأمام كل اليمنيين. إذا ما حدث للزميل حافظ مطير شيء، نحن لا نريد أن ندخل في خلاف مع أحد. عندما تم تعيين كثير من الشخصيات التي تنتمي للأسر الهاشمية لم نعترض. صحيح أننا يعني نتوجس أحيانا، وهذا من حقنا، نحن ضحايا لهذه الأسرة، لكن في النهاية لا نريد أن نقصي أحد، ولا نريد أن نبعد أحد، ولا نريد أن نتعامل مع أحد بعنصرية. هم أصدقائنا، وهناك من الأسر الهاشمية قدموا أبنائهم، وهذا أمر لا ينكره أحد، لكن يجب أن يتفهموا ردة فعلنا، وحماية حافظ مطير مسؤوليتهم هم اليوم، الذي لأنه يعني هو من انتقدهم، وهم يحرصون على أذيته، وهم يحرصون على الانتقام منه، لأنه تحدث في أمر كثير من الناس يخجلون. أنا أخجل أن أتحدث منها في بعض القضايا التي تشير إلى الجانب الهاشمية أو العرقية، يعني أخجل لأننا لا أريدها. أنا حريص على مسألة التعايش، أنا حريص على صديقي الهاشمي الذي أعز وأحترمه وأقدره، لكن في بعض الأحيان أمور يجب أن نتحدث فيها بكل صراحة كي نحمي مستقبل بلدنا، مش أنفسنا. نحن مجردين، لكن نريد أن نحمي مستقبل أبنائنا، نريد أن ننتصر في هذه المعركة كي نعود إلى ديارنا، هذا ما نريده. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي همدان العلي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. وعودة إليك أستاذ حسين. أستاذ حسين، هناك أنباء عن أن محافظ المحافظة سلطان العرادة وجه بالإفراج عن حافظ مطير، ولكن المسؤولين المباشرين عن اعتقاله رفضوا ذلك. يعني أن يأتي أمر من سلطة أعلى ولا يتم تنفيذها، دلالة ماذا؟ هو أنا أؤكد على ما بدأته في البداية، يعني الموضوع لدى النيابة العسكرية، والنيابة العسكرية هي تتبع وزارة الدفاع وتتبع قيادة الجيش، وبالتالي سلطان العرادة هو المحافظ محافظة مأرب، هو المعني والمسؤول عن كل الأجهزة والإدارات التي تحت قيادة السلطة المحلية لمحافظة مأرب، هذه مسؤوليته ونطاق مسؤوليته. أن يتم مثلا ضبطه عن طريق الجهاز الأمني، فهو تم إحضاره بناء على
هذه التراتبية التي تعمل بها في أي مؤسسة في العالم يعني، لكن من يتحمل المسؤولية ليس سلطان عرادة ومحافظة مأرب، وهذا ليس دفاعا عنهم ولكنها وضع الأمور في نصابها، ولكن القضية يعني في نهاية الأمر السلطة العسكرية هذه تعمل يعني تحت إدارته يفترض يعني، أو أنها قطاع مختلف لا يستطيع التوجيه. لا نعم يعني أن لا تعمل تحت إدارته، لا تعمل تحت إدارته. هذه أنا قلت لك في البداية أن اليوم وضع مدينة مأرب بالذات أشبه بوضع أمانة العاصمة، يعني أحيانا هناك مقر الوزارات، مقر لقيادة لمحافظات، حتى مثلا لكثير من محافظي المحافظات بعضهم لديهم أماكن ومقرات، هناك رئاسة الأركان، هناك قيادة المناطق، هؤلاء نعم. إذن يتبعون هناك قيادة الجيش. إذن من علي محافظ محسن مأرب أيضا كما يقال يعني بالإفراج عنه أيضا لا يتبع أو لا يتم التعامل معه؟ لا غدا سيتم الإفراج عنه. أنا ذكرت لك في البداية أنه جهود الإخوة الذين قاموا اليوم بزيارة وهم يتابعون بشكل حثيث وبشكل مستمر، وقلت لك أن الذين يستندون إلى القانون النشر العسكري هؤلاء يستطيعون أن يحبسوا أي أحد، لكن في هذه اللحظة وفي هذه الظروف يجب على هؤلاء أن يرتقوا وأن يحترموا قيادة، يعني يحترموا تضحيات الجيش، وأن يحترموا الدماء الزكية التي سفكت في كل مكان، وأن يقدروا هذه التضحيات التي جاءت لصناعة جيش وطني، جيش يضحي من أجل هذا الوطن، من أجل النظام والقانون، وأن يبتعدوا عن هذه السفاسف البسيطة التي هي مهزلة بكل المقاييس. ما الذي استفادوه خلال 45 يوم مثلا التي تم إيقاف فيها حافظ مطير؟ لا شيء. يعني هؤلاء الذين يحتمون خلف القانون ويدعون أنهم ينفذون القانون النشر العسكري هم يسيئون إلى الجيش الوطني في المقام الأول، وبالتالي هذا الذي نؤكد ونكرر على أن الأخ وزير الدفاع يجب أن يوقف هذه المهزلة حفاظا على السمعة المهمة التي حققها الجيش، ولم يحققها مجانا، بل كان في كل شبر من هذه الأرض التي فتحت والتي تم تحريرها كان يضحي أبطال الجيش بأزكى الأرواح. لكن في القضية التي فيها الأخ حافظ المطير غدا هناك وعد أنه سيتم الإفراج عنه، وإن كان هناك من الوعد المتابعات أو بعض الإجراءات فإنه يتم من الجهات المعنية. تم زيارة اليوم النيابة العسكرية والنيابة أيضا والمحكمة، وتم التوجيه بأن يتم غدا الإفراج عنه، لأنه اليوم السبت هي لا زالت يعني في الحكومة الشرعية هناك إجازة، غدا الأحد سيتم الإفراج عنه. نعم. إذن هناك حملة أطلقها الناشطون وإعلاميون للإفراج عن حافظ مطير، وربما يعني شكلت ضغوط ولو إعلامية، ولكن ينقلب الموضوع ضدهم بأنهم من يشوهون مأرب وأنهم يتبعون يعني الإمارات وما إلى ذلك. هل المطالبة بالإفراج عن معتقل رأي يعد استهداف لمأرب أستاذ حسين؟ يعني لما تصبح الحديث عن مأرب أو عن أي ملحوظة المأرب وكأنه ضد الشرعية أو ضد الدولة أو ضد مأرب ذاتها؟ أولا ما يثار حول أن مأرب، إحنا من البداية أنا أحرص على أن نفصل القضية وأن نتحدث في مسارين. المسار الأول موضوع حافظ مطير شخصيا، وهذا الذي أنا حرصت على أن نوفي حقه وأن نتضامن مع الأخ وأن ندين من قام بهذا الفعل وبهذه الكارثة التي لها آثارها التي لازلنا نعالجها، وهذه المسار الأول. المسار الثاني يعني أحيانا التحشيد الذي يأتي بحق أو بغير حق ضد مأرب وضد الوضع في مأرب، ونحن ربما تابعنا كثير من المنشورات التي تتهم الإصلاح في مأرب وتتهم الإخوانج كما يكتب عنها مثلا سكاي نيوز وإيرم نيوز التي قامت بكتابة أخبار لا علاقة لها لا بمأرب ولا بوضع مأرب ولا بالحريات في مأرب ولا بحقوق مأرب على الإطلاق يعني. وهذه الحملات المغرضة التي بين الحين والآخر تحاول النيل من مأرب أو شيطنة مأرب هي استمرار للحملات المغرضة التي شيطنت قيادة الدولة في صنعاء وأيضا يعني رموز الدولة في صنعاء وأيضا المعسكرات ومؤسسات الدولة في صنعاء. وبالتالي هذا ما نحذر منه وهذا ما نخاف منه وهذا ما نطالب كل اليمنيين
على أن لا يكتووا من النار التي اكتوينا بها جميعا في صنعاء. المطالبة والمتابعة لحقوق الإنسان أو الانتهاكات والتضامن مع الناس هذا حق مكفول وأيضا ظاهرة صحية. وكما اليوم نحن في حلقة نناقش وضع حافظ مطير، وهناك ربما الأسبوع الماضي زفة كبيرة جدا حول مأرب، من ينال منها ومن يقول أنها غير آمنة ومن يتهم أن فيها كذا وكذا. هذه ظاهرة صحية تشهد لمأرب أن فيها مساحة كبيرة من الحرية، مساحة كبيرة جدا للغاية من يعني مساحة الرأي. لم يعد هناك أي مكان لمقرات القنوات أو وسائل الإعلام أو الصحف إلا في مأرب، يعني كل المحافظات أغلقت في وجوه الصحفيين والكتاب والنشطاء إلا محافظة مأرب، وبالتالي يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار. أما شيطنة من يدافع عن من ينتهك عن المنتهكين في أي محافظة كانت سواء في مأرب أو غيرها فهذا الأمر مرفوض. يعني يجب أن نكون موضوعيين، وأن إذا كان هناك مظلوما نصرنا، وهذا المطالب به شرعا وقانونا أن ننصر أخاك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ظالما أو مظلوما، وبالتالي نعم. هذا هي ظاهرة صحية، ولا يجب أن نتهم أحد أو نخونه أو نتهمه بالعمالة لطرف أو لآخر. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ ثابت الأحمدي الكاتب والباحث عبر الهاتف من مكة المكرمة. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخيرات، أهلا وسهلا بكم جميعا والمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذا لو تحدثنا بداية عن المنشور الذي كتبه حافظ مطير حول علي بن أبي طالب والذي اتهم فيه بالإساءة له، من خلال متابعتك أستاذ ثابت، هل فعلا مطير يعد أساء للصحابي علي بن أبي طالب أم أنه نقل مرويات تراثية؟ يا عزيزتي، كل ما في الأمر وببساطة جدا، الأخ حافظ مطير نقل معلومة على صحته، فإن صحت فالأمر طبيعي وهي على الصعيد العامي لا تضيف شيئا، وإن كانت خطأ فلنعتبرها معلومة من المعلومات الخاطئة التي نقرأها على صفحات التواصل الاجتماعي أو حتى في الكتب التاريخية يعني منذ مئات السنين. الأمر ليس فيه شيء ولا يترتب عليه شيء على الصعيد العملي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني مذكرة النيابة للأسف الشديد التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت هكذا ما نصه، أن حافظ مطير موقوف في النيابة على ذمة الإساءة للدين، فحصل خلط بين الإساءة لعلي بن أبي طالب في حال لم تصل المعلومة وبين الإساءة للدين، أي جعلوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه دينا في حد ذاته. نعم. وعلى افتراض أن المعلومة لم تصح وهي بالنهاية إساءة لعلي بن أبي طالب، فحساب الأخ حافظ مطير عند الله يوم القيامة وليس من اللائق وليس من الصحيح أن ننسب يعني جنة أو نارا في الحياة الدنيا أبدا. المسألة يعني مهولة وقامت بها عناصر معروفة تدافع عن جدها أو عن نسبها أو ما أشبه ذلك، والواقع أن قضية حافظ مطير قد أخرجت الثعالب وأخرجت الأفاعي من جحورها، وعرفنا أناسا لم نكن نتوقعهم أنهم بهذه السلالية وبهذا الداء المقيت من العنصرية للأسف الشديد. نعم، لكنهم يستخدمون أستاذ، نعم لكنهم يلعبون بالوتر الحساس عند اليمنيين بالذات، يعني مسألة الصحابة وسب الصحابة، ويعني كما تفضلت يعني جعلوا من الصحابي علي بن أبي طالب دينا بحد ذاته، وهذه يعني إشكالية وتجعل من تأليب المجتمع أمر سهل، وهذا بحد ذاته أمر خطير لأنه يعني يهدد حياة الشخص إذا ما تم الإفراج عنه، يعني جاره وصديقه ومن يعني قرأ المنشورات التي تتحدث أنه أساء للدين قد ينظر إليه بأنه شخص كفر، يعني بأبسط التهم إذا لم يقم هو بمحاولة الدفاع عن هذا الدين. يقال هناك منسوبة لابن سينا تقريبا، إذا أردت أن تمرر شيئا باطلا فغلفه بغلاف ديني، لأن عاطفة الناس الدينية عاطفة جياشة خاصة محدودي التعليم محدودي الثقافة العامة من الناس. أما لو استقرأنا أو توقفنا عند التاريخ نفسه، عند كل كتب التاريخ بلا استثناء وكتب أهل السنة أيضا وليس كتب الشيعة، لقد ذكرت أن لعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظل سنة قائمة من بداية أيام معاذ بن أبي سفيان حتى تمام المئة أي 60 سنة، وكان يلعن على المنابر في صلاة الجمعة والناس يعني يؤمنون على ذلك.
ولم يوقف هذه العملية إلا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم ينكر أحد. ثانيا لنعتبر الأخ حافظ الزبير واجه علي بن أبي طالب بالسيف وليس بالكلمة، مثل جملة المسلمين الذين واجهوه في صفين أو في النهروان أو غيرها من المعارك، لم يكسر أحد. يعني علي بن أبي طالب نفسه قال للخوارج: لكم علينا ثلاث، ألا نبدأكم بالقتال وألا نكفركم وألا نمنعكم مساجد الله. هذا علي نفسه. نحن اليوم من يعتبرون أنفسهم ليس علي فقط، بل وكلاء وأوصياء على الدين استغلال لأيديولوجية معينة أو يعني تقوية لموقف معين، وهي مقاضاة بالنهاية. وأتمنى أن يكون بالنهاية موقف أو قضية حرب المطير هي مؤشر ودلالة مبكرة وجهاز قياس مبكر لهذا التغول الخطير الذي بدأ والذي لاحظه الناس واضحا في مأرب. الأمر العملية ليست سهلة، أن تستغل بيت واحدة أو سلالة واحدة على المفاصل المهمة جدا في النيابة والقضاء والأمن والمحاكم وكثير من أجهزة الدولة بهذه الصورة، أي تمسك بالمفاصل وهي مفاصل مهمة، تدعي تحكم تنفذ في عملية ترابطية خطيرة جدا ربما ندفع ثمنها لاحقا كما دفعنا أثمانا سابقة في صنعاء. الأمر جد خطير وينبغي أن نستفيد من هذه الواقعة. نعم، إذن يعني كيف يمكن الاستفادة من هذه الواقعة أستاذ ثابت، خاصة يعني أنه تم خلط الأوراق، يعني بداية تم اعتقاله بسبب الفيسبوك ومنشوره، وثم الحديث عن أن القضاء العسكري هو من يعني يعتقل حافظ بسبب تهم سابقة أو بسبب قضايا سابقة. إذن من يحمي المواطن في حال ما أراد شخص أن يتهم الآخر بكل بساطة، يعني أقرب سلاح له هو الدين للأسف؟ هذه مشكلة. وأنا شخصيا أعرف أناسا لا يصلون، ولا أدري إذا كانوا لا يصومون أيضا، أقول غير متدينين، حين رأوا هذا المنشور انهالوا سبا وشتما وانتقادا للأخ حافظ المطير. والواقع أنهم تمعروا للمشروع، للقضية، للفكرة الأكبر. وكان ينبغي على الجهات الرسمية والسلطة المحلية تحديدا في مأرب أن تقدم إلى النيابة العامة وإلى النيابة العسكرية وإلى المحكمة العسكرية الخونة الكبار من كبار الضباط الذين باعوا السلاح وباعوا سلاح الجيش الوطني ولهم تواصلاتهم اليومية والشهرية والدورية مع الحوثيين في صنعاء، عن الذين سلموا الجبهات، عن الذين تسببوا في قتل المئات من خيرة وشرفاء يعني الجيش اليمني. لا أن يحاكموا شابا على منشوره سواء صح أم غلط، هذه معلومة ليس لها أي مردود أو ليس لها يعني أي عائد على الصعيد العمل. إذن شكرا جزيلا لك ثابت الأحمدي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من مكة. في دقيقة أستاذ حسين، من يحمي حافظ مطير في حال خروجه من المجتمع، من الناس الذين يعني اتهموه بالتكفير وبأنه أساء للرموز الدينية؟ لا يوجد يعني أنا أريد أن نؤكد على هذا القضية نفوس الناس أسوياء، لا يوجد أحد يريد أن يتطاول على أحد. يعني هذه مبررات ربما ليست موجودة في لدى اليمنيين، لا يوجد أحد يمتلك يعني الحق في أن يعتدي على أحد آخر مهما كانت. الكل هنا في مأرب وفي غيرها يجب أن يحترموا النظام والقانون، ويجب أن تكون هناك الجهات المعنية هي التي تقوم بعملها في بالنسبة للنظام والقانون. لا يوجد أحد يهدد حياة حافظ مطير أو غيره، لكن هناك الأطراف الذين ربما يلاحقونه ويتدثرون بتهم هنا وهناك. لكن على الصعيد هذا المنشور الذي يتم التزوير أنه تم اختطافه أو تم اعتقاله واحتجازه بسببه لم يكن هو السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أن هناك قضية أخرى، واستخدمت قضية التي ذكرت أنها شماعة أو محاولة للتغطية على القضية السابقة والقضية الفعلية التي يتم احتجاز حافظ المطير. أما أنا أتمنى أن لا يتم الحديث حول هذه القضية أن حياته مهددة أو غير مهددة. لا يوجد على الإطلاق من اليمنيين من يعني يتحول إلى قاتل ويرتكب جريمة باتهامات هنا أو هناك.
إذن شكرا جزيلا لك حسين الصوفي، الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، ونتمنى أن يتم الإفراج فعليا عن حافظ مطير وألا يتكرر الأمر لأجل الحرية بشكل عام ولأجل مأرب أيضا التي هي يعني عاصمة اليمنيين الحقيقية الآن. شكرا مرة أخرى، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.